بدل ما نكون بننافس بعض او حتى كل واحد بيلعب لوحده. ها قلتوا ايه؟ الحكايه عمرها ما هتبقى فريق واحد طول ما فيها صور. الصور اللي معاكي دي معناها ان انت اللي بتسوقي وبتدي الاوامر. كده بقى ما فيهاش فريق واحد. طب افرضي ان انا مش عايز احط ايدي في ايدك. تسيبيني في حالي وتقولي لي خليك براحتك؟ ولا هتجبريني العب في فريقك؟ وترفض ليه اذا كان انا ممكن اساعدك في خطتك اللي انا شخصيا ما اعرفهاش؟ يا ست انا حر ما بحب الشريك. ها؟ ما جاوبتيش على سؤالي. اعرف اكمل بعيد عنك ولا ساعتها هيبقى ليكي راي تاني؟ ما تردي. وادي يا ست العنوان لقطه احنا هناك. بس ده في الاقصر، هتروح ازاي؟ هاخد اجازه عارضه بكره واروح. لوحدك؟ عندك حل تاني؟ لولا مشوار بس انت ده كنت جيت معاك يا سماح، انت عارفه؟ عارفه والله يا سيد، ربنا يخليك. ادعي لي انت بس ان انا الاقيه. سماح؟ هتعملي ايه لو عجم جه شهد معاكي في المحكمه وبقيت في يوم وليله سماح سالم الجرح؟ أول مرة أسمعها. سماح سالم الجرحي. ليها طعم غريب في ودني. وأنا دوقتها لك؟ أنا بقولها لك. أول حاجة هقعد على مكتب بسنت. وأودي أبويا سالم الجرحي بيتنا اللي في إسماعيلية. وأحبسه فيه 22 سنة. عمري كله اللي عشته هناك. وبعد 22 سنة بأفرج عنه عشان يحس ويدوق اللي أنا عشته. وبالنسبة لأخويا الصغير ابن البت اللي اسمها ريهام، لسه مش عارفة هعمل معاه إيه. أما بالنسبة لأمه بقى، دي آخرها أقعدها في أوضتي هنا، والنعمة بأكرميها. أما أنت بقى يا سيد، سيد سيد، كده تمام. الباسبور السليم اللي سعادتك جبتيه ده دلوقتي هيخرج باسم بيه من القضية زي الشعرة من العجين، مقابل 750 ألف جنيه. إزاي ومش ده الباسبور اللي اتمسك بيه في المطار؟ ده سر المهنة يا ست الكل. أنت اللي عليك عملتيه، جبت لي باسبور سليم، وأنا اللي عليا هعمله هخرجه لك من الحجز. أنت ليكي يخرج براءة، وأنا ليا 750 ألف جنيه. جرأة يا متر، واحنا بنشتري سمك في مية، إزاي الهانم هتدفع لك المبلغ الكبير ده كله وبراءة الراجل في عين من الغيب؟ أنا بشهد شهادة حق. ماشي يا سيد، أنا هاخد نص المبلغ قبل ما أحط إيدي في القضية، والنص التاني شيك مترخ بعد البراءة بإذن الله. طيب معلش، ممكن نفهم في البداية ليه حضرتك زودت الأتعاب من 500 ل 750؟ الطريقة، الأسلوب اللي هنخرج بيه باسم بيه هي سبب فرق سعر التكلفة. طب معلش يا متر، بس ممكن تشرح لنا بشيلين زيادة عشان نخش معاك في الليلة؟ بتشائم يا سيد. لا طالما بيتشائم خلاص، إحنا أصلاً معتمدين على الفال في خروج الراجل. ايه ده؟ في ايه؟ انا نسيت نظارتي فوق، وخايف اسيبها ارجع ما الاقيهاش. الراجل ده كل زباينه حراميه، وبعدين بقى ابويا كان جايبها لي من السعوديه، دي اصلي. خلاص يا سيد، روح هاتها وانا هستناك هنا. ما هو انا خايف اعطل حضرتك، حضرتك اسبقيني على الكافيه وانا اجيبها واجي.
ماشي يا سلام. بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ فين التصريح بتاع المستشفى؟ اصل دي يا سيد. اصل يا اخوي، هات التصريح. اتفضل. بقول لك ايه؟ ايه حكايه اللعبه اللي انت هتلعبها عشان تخرج بيها الواد؟ سر المهنه، لما يخرج هتعرف انت ليك اكل ولا بحلقه؟ الاثنين، انت نسيت ولا ايه؟ ماشي، قول يا ابو السيد، ايه حكايه سيد ابو الليف ده؟ لا ده سر المهنه، سلام عليكم. بقول لك ايه؟ اوعى تنسى الافراج الصحي اللي وعدتني بيه وانت بتلف فلوس القضيه، امشي لي فيه. طب هات النضاره. هات الافراج. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. لا ده احنا بقت صحتنا زي الفل النهارده. ربنا يكبر بخاطرك يا حبيبي. انت مش مصدقني؟ يا واد بطل بكش بقى. طمني الاول عليك وعلى اخواتك. مش ناسي حد؟ ما انا خايف اسالك يعني تروح قايل لي حاجه تغمني كده. طيب اسيبكم انا تاخد راحتك. شاكرين يا باشا. شاكرين يا فندم. شاكرين يا فندم. الف شكر. زي ما وعدتك يا حاج، هتلاقيها بحطت ايدك واسامه وطارق زي الفل. انا كلمت لك المحامي كمان عشان يمشي لك في موضوع الافراج الصحي. بجد يا سيد؟ يعني في امل يا ابني ان انا اخرج من هنا واعيش وسطكم من تاني؟ عيب فرحات. انا عمري قلت لك على حاجه ما حصلتش. طب يعني قول قول، ما تقلقش انا زي ابنك. ما اتكلمتش مع زبده انها تيجي تزورني؟ كلمتها طبعا، بتقول لك ان هي مش قادره تشوفك بالبدله سرقه ومفرتكه البيت من العياط ومستنياك على نار تخرج لها بالسلامه. يا رب يا سيد. خد بالك انت بس من نفسك ومن صحتك، كله هيبقى تمام. الو يا اسامة، انت فين؟ طب انا 5 دقايق وهبقى عندك. انا في القاهرة بخلص مصلحة. سلام. الحمد لله على السلامة يا كبير. تشرب ايه؟ هات قهوة يا حسين. لا 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 لا، انا اللي عايز اكل واللي عايز اشرب. اقعد. انا جاي اطمنك على ابوك واطمن عليك انت وطارق ووردة. احنا زي الفل، كله تمام. طب الحمد لله. قول لي، الزبيدة ماشية عدل ولا عاملة عوق؟ على طول في الأوضة والباب مقفول بالمفتاح زي ما اتفقنا بالظبط. 100 100. انا ظبطت الدنيا مع الدكش، هديله 100,000 جنيه عشان يحل عن سمان. 100,000 ايه؟ هتجيبهم منين دول؟ ده احنا طلع عين ابونا على ما جبنا ال 30,000 بتوع المحامي. تتدبر، ما تشغلش بالك انت. تتدبر ايه بس؟ انت كده بتخوفني عليك اكتر والله. ما انا هجدولهم له زي ما جدولت فلوس المحامي. تجدول ايه؟